السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه احنا كمؤمنين احنا كمسلمين كنقولوا دائما خير الكلام كلام الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا الانسان خصو يرد البال اش من فمه اش كيقول كي على لسانه يقول كلام اللي كيخالف بكلام الله عز وجل أو يقول كلام اللي كيخالف به كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اش كيقول لنا الله عز وجل في سورة الحجرات، سورة الأخلاق، سورة الآداب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيل الإنسان كيحبط العمل ديالو يعني مردود غير مقبول العمل ديالو الى رفع الصوت ديالو فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام حيا او ميتا تخيل معي هذا الامر يعني باش يكون هذه المساله محبطه للاعمال هاتي تذكرت في الشرك سوره الزمر الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاه والسلام ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اذا هذا امر جد مهم هذا الانسان كيرفع يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام فكيف بمن يرفع عقله فوق عقل النبي عليه الصلاه والسلام فكيف بمن يرفع رايه فوق راي النبي عليه الصلاه والسلام اذا الانسان يرد البال مزيان ما يقولش شي كلام اللي كيخالف بكلام الله عز وجل وما يقولش شي كلام اللي كيخالف بكلام النبي عليه الصلاه والسلام هذا امر جد مهم والا راه النتيجه كتسمعوها في كلام الله عز وجل فاسال الله عز وجل ان يعيننا على الالتزام حقا بكلامه وبكلام نبيه عليه الصلاه والسلام انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناه ليصلكم كل جديد